السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ أنا علاء الدين. اليوم سوف نتعلم الأحرف العربية مع قطار الحروف. هيا بنا. حرف الألف، ألف، أسد، أسد. حرف الباء، باء، بطة، بطة. حرف التاء، تاء، تفاحة، تفاحة. حرف الثاء، تاء، ثياب، ثياب. حرف الجيم، جيم، جمل، جمل. حرف الحاء، حاء، حمامة، حمامة. حرف الخاء، خاء، خروف، خروف. حرف الدال، دال، ديك، ديك. حرف الذال، ذال، ذرة، ذرة. حرف الراء، راء، رجل، رجل. حرف الذاي، ذاي، ذرافة، ذرافة. حرف السين، سين، سيارة، سيارة. حرف الشين، شين، شجرة، شجرة. حرف الصاد، صاد، صندوق، صندوق. حرف الضاد، ضاد، ضفدع، ضفدع. حرف الطاء، طاء، طائرة، طائرة. حرف الظاء، ظاء، ظفر، ظفر. حرف العين، عين، عنب، عنب. حرف الغين، غين، غراب، غراب. حرف الفاء، فاء، فراشة، فراشة. حرف القاف، قاف، قرد، قرد. حرف الكاف، كاف، كرة، كرة. حرف اللام، لام، ليمونة، ليمونة. حرف الميم، ميم، محفظة، محفظة. حرف النون، نون، نحلة، نحلة. حرف الهاء، هاء، هاتف، هاتف. حرف الواو، واو، ولد، ولد. حرف الياء، ياء، يقطينة، يقطينة. والآن أصدقائي الأطفال سوف نكرر الأحرف مرة أخرى مع دورة. هيا بنا. مرحبا بكم أصدقائي الأطفال، أنا اسمي دورة. اليوم سوف نتعلم سوية الحروف العربية. هيا بنا. الحروف العربية: حرف الألف، ألف، ألف. حرف الباء، باء، باء. حرف التاء، تاء، تاء. حرف الثاء، ثاء، ثاء. حرف الجيم، جيم، جيم. حرف الحاء، حاء، حاء. حرف الخاء، خاء، خاء. حرف الدال، دال، دال. حرف الذال، ذال، ذال. حرف الراء، راء، راء. حرف الزاي، زاي، زاي. حرف السين، سين، سين. حرف الشين، شين، شين. حرف الصاد، صاد، صاد. حرف الضاد، ضاد، ضاد. حرف الطاء، طاء، طاء. حرف الظاء، ظاء، ظاء. حرف العين، عين، عين. حرف الغين، غين، غين. حرف الفاء، فاء، فاء. حرف القاف، قاف، قاف. حرف الكاف، كاف، كاف. حرف اللام، لام، لام. حرف الميم، ميم، ميم. حرف النون، نون، نون. حرف الهاء، هاء، هاء. حرف الواو، واو، واو. حرف الياء، ياء، ياء. لقد انتهينا من جميع الأحرف العربية كاملة. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى اللقاء أصدقائي الأطفال، ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.